شهر وانت طيبة. متشكرة. ناس بتدفع عشان تتعلم وناس بتقبض وتتعلم مجانا. سيدي يا سيدي. تفوق. الله أكبر من عينيك. هو قالها رحلة أوروبا ما نزلش يا بنت؟ إيه ده؟ أنت عايزة تروح أوروبا كمان؟ سمي يا كوبا. ومالك اتخضيتي كده ليه؟ مشوش ذلك ولا إيه؟ أتفسح. أشوف الدنيا في الأجازة. وأنا في الأجازة هتفسح وأشوف الدنيا، هسافر البلد. أني بلد؟ شطنوط. شطنوط ده اتحاد الجامعة، روح اسألي. حسن عارف اللي هقولوه. لسه طبعا كفايه دروس الابتدائي اللي قالت الحته. الله الله، هو نظام نقل ولا ايه؟ لا نقل ولا حاجه، ربنا يخلي منحه التفوق. بس انت كده شدي حيلك وخلي بالك من الدراسه لحسن يبطلوا يصرفوها لك. اديني عماله اشد خايفه لا يتقطع. ده انا بس كنت عايزه نص كيلو كندور بس كده. واحد بكيلو عشان ابوكي حكيم. انا عارف سنانه ما بقتش تستحمل. اسمعي، مره اتنين عايشين مع بعض وعايش معاهم غرفه، بعدين واحد فيهم اشترى كيلو لحمه ورجع البيت وقال لي اسمع لصاحبه، قال له اسمع الكيلو ده تسويه على بال ما اوصل مشوار وارجع. سوى التاني كيلو اللحمه، دخل في عينه مزاجه وقام واكل كيلو اللحمه. رجع صاحبه قال له فين كيلو اللحمه؟ قال له اسكت، مش القطة كلتها؟ قال له القطة كلتها. قال له اه. قال له طب هات القطة وهات الميزان، اوزن القطة. وزن القطة طلع كيلو. قال له طب اسمع ادي اللحمة، فين القطة؟ الفلوس اهي. الفلوس وصلت من زمان، ده احنا اللي مديونين لك يا هندازة. مديونين لي في ايه يا معلم؟ بقى دروس اللي بتديها العيال دي مش دين في رقبتي. ما تقولش كده يا معلم، هو انت مديني فرصة؟ ده انت دايما بتسدد لقدام. ده مهما سددت ولا اديت اروح فين جنبي تعب؟ انت متعلمه نزاجه. سلام امانه. يوصل يا معلم. سلام. ربنا يوحدنا بالهندسه. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا بابا. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. يلا بسرعه احسن، انا جوعت وما رضيتش اكل الا لما تيجي. ثواني. تخرجي قبل ما اطلع المعاش والاقيكي بقيت الباشمهندس بتاعنا في الشغل. شوفي بقى فرحتي كانت هتبقى قد ايه لما بنتي تبقى رئيس مجلس الاداره وانا حته عامل لا طلع ولا نزل. لا طلع ولا نزل؟ هو انا اسوأ ايه من غيرك؟ بصراحه يا بابا انا تعبتك معايا، هي مصاريف الكليه دي شويه. يعني كنت اعمل لك ايه ما دام جايباني مجموع يدخلك الهندسه؟ احرجتيني يا بت. أنا ما كانش حقي أسمع كلامك وأكمل، أنا كان لازم أشتغل بالثانوية العامة. بس بلاش كلام فاضي، أنا عندي بنات ما يسمعوش كلام أبوهم. تعب أبوك يهون يوم ما يشوفك باشمهندس بحقيقي. ربنا يخليكوا ليا دايما. لازم القطار حاصل. يا سلام. على مهلوك يا أولاد، مش أما تقلعوا هدومكم. يا أخويا سيبهم تلاقوهم هفتنين من الصبح. ايه اللي بتعملوه ده يا بنات؟ بالذمه ده وقته؟ يوه، امال وقته امتى؟ الحب ملوش وقت يا ست هاني، بيجي في اي لحظه وعلى مزاجه.
بلاش كلام فاضي وديني ما انت فالحين. طب بس بس حقك عليك حكيم، انا عارف بينك وبين الحب مصانع الحداد. وده برضو كلام فاضي، مفيش حد ضد العواطف. عارفه يا ليلى، انا مش عايزه اي حاجه تضيع لي وقتي. بذمتك منظري يبقى ايه قدام ابويا لو عارف اني سقطت؟ هي هياكلك؟ لا مش هياكلني، انما احنا ناس على قدنا، وكتير قوي على واحد زي ابويا يدخل بنته كليه الهندسه. عشان كده لازم اخد الامور جد. خلاص خليك انت في الجد وسيبينا احنا في الحب. ها قولي لي يا هدى، انت هتقابليه امتى؟ بكره بعد الكليه. مش حلفت لكم بديني ما انتوا فالحين؟ وبعدين اروح المدرسه ازاي دلوقتي من غير الكتاب؟ كل يوم كتاب، كراسه، قلم، مسطره. هجيب منين ابوكوا بس؟ خلاص بلاش اروح المدرسه. ايوه اتلك. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. تعالي يا كريم. تعالي يا كريم، خد دول اشتري الكتاب، بس ما تقولش ان انا اللي اديتك الفلوس. ها حاضر. مستحيل، انت عايزه تقضي عليا؟ هو انا كانت اعصابي تستحمل؟ يا ستي بلاش العصبيه دي، مش اما نسمع بقيه الكلام. ها كملي كملي يا حبيبتي يا بنتي. يا بابا ده انا الوحيده في الكليه اللي ادوني تذكره مجانيه عشان شطارتي. عفارم عليك. وانا برضو الوحيده اللي مش هتدفع ثمن اقامه في باريس، اتحاد الجامعه هو اللي هيدفع. عفارم عليكي تاني، طول عمرك طالع على ابوكي. اهو ده اللي انت شاطر فيه، طالع على ابوكي وطالع على امك. لا سلوى مش طالع لامها في حاجه ابدا. صح، حتى منكفتها كمان واخدها من ابوها. قلتي ايه يا ماما؟ قلت ايه في ايه؟ تبان عليكي اتجننتي بقى. معقوله اسيبك تسافري وتركبي طياره وتطلع بيكي في السما كمان؟ خلاص خليك يا بنتي على ما يخترعوا طياره تمشي بيك على الارض. بتتريق كمان يا سي عبد الله؟ انتوا باين عليكم فايقين، انا سايبالكم المكان وماشيه. هتروح هتروح يا بنتي، لازم هتروح. انا عارف انك متحصنه بالاخلاق الكويسه والعلم، غير شمك بس خايفه عليكي. مالك يا بابا؟ مفيش يا بس هتوحشي. روحي حاولي معها. ماما ماما يا ست الحبايب ابعدي عني. انا قلت لا يعني لا، بقى ده يصح ان بنت تسافر مع ناس غرب والبلد في اخر الدنيا؟ اولا دول مش ناس غرب، دول زمايلي في الجامعه ومعانا مشرفين كمان. ثانيا انا في الوقت المناسب ببقى اجدع من الجدعان. ثالثا بقى يا ماما، وده المهم قوي، انا لما اسافر هشوف مصانع وشركات وحاجات مهمه قوي لدراستي، وده بقى هيخليني انجح واتفوق واتعين في وظيفه مهمه جدا، والناس بقى تشاور عليكي وتقول ام سلوى اهي. قلت ايه بقى يا ست ام سلوى؟ متشكرة. العفو. بقول لك ايه؟ ما تيجي معانا نتفرج على البتارين، بلا لغات بلا بتاع. يا حبيبتي انا رايحه اخذه باريس، عايزاني اروح وانا بتهته بالفرنساوي؟ ده انا لازم ابقى كملة لبلب. وايه بقى كملة لبلب دي كمان؟ يعني زي اللبلب بس بنطاها بالفرنسي. سلام.
معاكي حبي وفؤادي. اتفضلي يا بنتي. ازيك يا عم؟ اهلا يا بنتي، اتفضلي. لا معلش، اصل انا مستعجله قوي، اصل كنت جاي اخد الفستان بتاعي اللي كان السلوى استلفته منك. اه الفستان اللي راحت بيه فرح صفيه بنت خالتها، دقيقه واحده اجيبهولك. وانت ما سافرتيش معاها ليه يا بنتي؟ يا ريت يا عم، لو كنت باخد منحه تفوق كل شهر زي سلوى، كنت حوشت ال 130 جنيه وسافرت معاها. يعني ايه؟ سلوى بنتي بتاخد ما هي كل شهر من الكلية؟ اه طبعا فلوس. بقى البنت بتقبض ما هي كل شهر ومدكين عليها وهي شايفانا في الوقفة دي؟ يا خيبتك يا ابو سلوى، يا خيبتك. الفستان يا طنط. ويا خيبتك انت كمان، الفستان خليته معاها فرنسا. يا خسارة، كانت ايام تجنن، كانت زي الحلم. فرنسا دي احلى بلد في اوروبا. اللي يسمعك بتقولي كده يقول بنت لفت اوروبا 100 مرة. سمي يا كبة، بكرة الفها كلها دي فركة كعب. قصدي فركة فانتو. تيجي يا سلوى نهرب منهم بالليل ونقعدين هنا كام يوم. بلاش عبط امال، قومي اتخمدي انت وهي، هنصحى الساعة 5 ميعاد الطيارة الصبح. يلا. والدي مجرد عامل في مصنع وهيطلع المعاش السنة الجاية، لكن لسه قصاده مشوار طويل على ما اخواتي الأربعة يخلصوا تعليمهم، عشان كده كان لازم أهرب واشتغل هنا وحقق الفكرة اللي ممكن تساعده وتساعدنا كلنا. بنتي دي جن مصور، تلاقيها هربت عشان تشتغل رقاصة في مالها ليل. اختشي يا بنت. احنا لازم نبلغ البوليس. احنا نبلغ السفارة المصرية قبل كل حاجة وهي تدور عليها.
يعني هنأخر سفرنا لحد ما نلاقيها؟ مش هنتأخر، احنا لازم نسافر في الميعاد وندي لابوها الجواب اللي هي سابته له. الشغل هنا على قفا من يشيل. انا هشتغل في اجازه الصيف وارجع بعربيه نص عمر نعملها تاكسي، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ترفع ايرادنا وتعلم بقيه اخواتي واجيب بيها جهازي عشان افرح ماما. حابه اكتب لكم باستمرار، اطمنوا عليا خالص وادعوا لي دايما، وزي طريقتنا لما بنسلم على بعض هقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. انا جيت لكم علشان اداره الجامعه تخلي مسؤوليتها. يعني ايه البنت تفشل؟ ما تقوليش تفشل، بنتك راجل، ربنا يوفقك يا بنتي. تبقى في بلاد بره الواسعه ولا نعرف لهاش مكان. زمانها دلوقتي بتشتغل في احسن شركه. S'il vous plaît, je veux de pain. وفقنا ونجحنا يا رب. برلين فوق في راسين وي وي جيني بقى جيني ايه جيني بقى جيني ايه جيني بارل جيني بارل فرنسي وي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول انك مصريه. ايوه. وجاي عشان الشغلانه دي؟ ايوه. وانت كمان؟ طبعا. انا بقول ايه؟ احنا ولاد بلد وانا راجل يعني اولى منك بالشغل، فتعتذر وتسيبها لي. لا معلش، كل واحد ياخد نصيبه. انت تعرفي ايه مميزات الوظيفه دي؟ طبعا اكل وشرب واقامه في المستشفى، ده غير الماهيه، وكل ده عشان نترجم لهم بالفرنساوي اللي بيقولوه المرضى العرب. انت بتتكلمي جد؟ انت ما قريتش الاعلان ولا ايه؟ يا بنت الايه؟ وكل ده فهمتيه من الاعلان؟ يبقى انا بقى عليا العوض. ليه؟ انت ما بتعرفش الفرنساوي؟ ازاي بقى؟ جيني بارل فرنسي فريري وشاك فريري وشاك دورمي فوق دورمي دورمي فوق. يا انت علامة. بقول لك ايه؟ انت تاخدها بالقصيره وتتكل على الله. يعني ايه؟ يعني خليك راجل وسيب الشغلانه. بس انا مش راجل ومش عايزه ابقى راجل، انا كده كويسه. ما هو انت هتمشي بالذوق هتمشي بالعافيه. لا انا هاخد الوظيفه يعني انا اللي هاخد الوظيفه. يا ايه؟ عافيه؟ اه عافيه ستين عافيه. قوم بقى قبل ما يندهولي. يلا بنت انت. خش بنت يا ابني. انت مش رايح ولا ايه؟ شاكر يا خواجه؟ شاكر؟ سيلان سيتان هوبيتال. فرولو جاكو فرولو جاكو. يا هور سيلفو بلي. امشي كده كان يوصف لما شفتك جتك تندهي. بس يالا الله زوري كده. بس قلت لك بس حد تصايع كده ببنطلون سم. ليه بقيت في شكلك؟ اعوذ بالله من البنات واللي بيجي لنا من تحت راسهم. Thank you.
تزعليش مني، حقك عليا. ضيعت مني فرصة حياتي، كانت وظيفة مرتبها كبير والأكل والنوم بلوشي، يعني كنت هوفر كل المهية واشتري العربية في 3 أشهر. عربية؟ أيوه عربية. الله 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 الله. وهدايا لأمي وأبويا وأخواتي كمان، وكل ده أنت اللي ضيعته. الله الله، إيه الأحلام دي كلها؟ طب فكري في الأكل والشرب الأول. أيوه عندك حق، أنا ميتة من الجوع. طب وشرف النبي أنت صعبت عليا، تعالي تعالي خدي. إيه دول؟ دول كل اللي معايا. يا نهار اسود، ما معكش غير 3 فرانك وما بتشتغلش كمان. ايوه، ورغبا عن ذلك اقدر اغديكي غدوه تجنن. صحيح، ازاي بقى؟ مالكيش دعوه، تعالي بس. ايدك بايخه. اتفضل. اتفضل يا اختي. ايدك اوعى كده بس. الله، امشي جتك خايبه كده بايخه وانت حلوه. كل ما يهمكيش. تحب اطلبك حاجه تانية؟ انا مش مصدقه ان ما معكش فلوس. اوعى تكون ناوي تحبسنا بيهم. عيب، كل حاجه بالفتاكه. انا ملك الفهلوه، استاذ كرسي الحداقه، واخد فيها دكتوراه مع مرتبه الشرف الاولى. يعني ايه مش هتدفع؟ دلوقتي تشوفي دول كرديات. بس دي مش حداقه يا فتحي، دي سرقه. الله، انت كرديه يا بنت؟ انت خواجايه؟ انت منين؟ انت من مالطه؟ اشمعنى؟ اما لو انت مالطه، قصدي انت مالطه يعني، قصدي انت مالطه نفسها، مالطه خالص كده يعني. وبعدين جرى ايه يا فتحي؟ مفيش، انت اللي عماله تقولي سرقه وما سرقاش. يا نهار اسود، ايه ده؟ اصبروا شويه، ما تخلي حبه في الطبق. ليه؟ دي اصول الشغل. شوف انا مخلي حبه في الطبق بتاعي ازاي. هتعمل ايه؟ هحط الصرصار ده هنا. اخس، القرف ده. ده قرف ده؟ طب ليمين انت على اي صرصار وانا اشتريه منك؟ يا متر يا متر، سلف بلوحة ابوك. فتحي انت اتجننت؟ وي ابو سيرفيس مسيو. اطلب له بوليس، اطلب له بوليس حالا، جابيلا بوليس. فتحي كوا بوركوا بوركوا يا غجر يا نور يا حوش يا بتوع التلات ورقات. انا هوديكم في داهيه. ادوني البوليس. الخواجه الخواجه متران. البوليس. سيفو بلي مسيو. الحمام الحمام يا ولاد الكلب. مدام 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 جو فوز اون بري. شوفي شكلك بقى عظمه ازاي وانت متغديه وشبعانه 24 قراط. يوه، انت هتذلني عشان غدتني بلوشي؟ ده حتى الاكل ما يبقالوش طعم الا اذا كان من عرق الجبين. لا شيخه، يعني مستعده تاكل من عرق جبينك؟ طبعا يا ريت. بس هتعرقي وتشر عرق. اذا كان بفايده. شغلانه متعبه قوي. وهي فندي موجوده ومستنياك. طب وانت ما بتشتغلهاش ليه؟ مش انا اللي اقبل شغلانه من النوع ده. ليه؟ عشان ما اقدرش على تعبها. يا سلام، للدرجه دي؟ طبعا، غسيل اطباق لمده 8 ساعات في اليوم ب 50 فرنك. لا يمنع عليها، انا في عرضك. ايه بتدور على ايه عندك؟ هتجنن يا خال. اهو البلد دي نظيفه زياده عن اللزوم، الصرصار بلاقيه بالتيله، مش عارف هعمل ايه في العشاء. طب تعال. البريماتش، الليموند، الفيجارو، البريماتش، الفيجارو، الفيجارو بتاع بكره زي الجمهوريه عندنا. فتحي، معقوله؟ الف مبروك يا فتحي. شفت صاحبك بقى صحفي على سن ورمح. هي دي الشغلانه ولا بلاش؟ المهم طمنين عليكي، عامله ايه في الشغل؟ اهي ماشيه، 8 ساعات اشغال شقه كل يوم. بص بقى عندي عضل. ربنا يديك الصحه. طب تعالى بقى نقعد في حته وارجعي لحسن، بقى لي مده مش عارفه الدنيا حصل فيها ايه. يبقى انا عازمك على اي دكه في اي جنينه، خلي بالكم من بعض. البريماتش، الليمون هنا اجدع من اي دكه. يا ربي يا
ربي يا ربي سلفوا ليه؟ طب دور على ايه؟ صرصار ولا خنفسه؟ سيبك من ده، في حفل استقبال في اوتيل، ما تيجي يالا نعزم روحنا. الله، هو احنا علمناهم الحداقه سابونا على الابواب ولا ايه؟ لا يا سيدي، وانا اروح جنبك فين؟ طب بذمه النبي فكره تجنن، عمرها ما جت على بالي. بس ازاي ندخل من غير دعوه؟ وهم عمرهم بيطلبوا الدعوه من ناس شيك اللي زينا؟ احنا شيك احنا؟ انا يا اخويا عندي فستان كوكتيل سلفاه من واحده صاحبتي. خلاص روح انت مش معقول حد يشك فيكي. بس بقولك ايه؟ تبقي تلفين لقمتين في شنطتك. معقوله؟ طبعا معقوله، هحط لك كيس نايلون جوه شنطتك عشان ما توسخش، هتلاقي الحكايه سهله قوي في الزحمه. يعني ايه يا فاتح؟ عايز نسرق؟ هي اللحمه اسمها سرقه؟ دي حداقه، فقاقه، فهلوه، لحمه. ايه رايك؟ رخيص جدا، اصله بوائي. ايوه بس مش معقول تاخديه، ده فرده طويله وفرده قصيره. لا مش مهم، ما هو الاتيكيت ان الواحده تلبس فرده وتمسك التانيه كده اهو. صح، ماشي كلام الحريم. اهو ده بقى جوانتي الكوكتيل، اروح البس فستان التغذيه يبقى اليونيفورم تمام التمام. عده الشغل يعني؟ عده الاكل. انما بصراحه كده شكلك عامل زي عسكري المرور. يبقى حاسب ممنوع مرور الماشيه. يبقى مش هنعدي احنا الاثنين. انا مضطر اسيبك بقى عشان اسلم مرتجع الجرايد بتاعي. طب مش توصلني عشان تشجعني على الدخول يا فتحي؟ انا ده انا ارنب، انا اقدر اعمل اللي بتعمليه ده. ليه بقى؟ ده انا تلميذتك، مش انت استاذ كرسي الحداقه؟ ايوه بس انا تخصصي الصراصير. الفرانسيسوار، الفيجارو، الفوتبول ماتش، الليمون، الليمون ده يا استاذ. ده عماد سلوى. هلو هلو عماد، ده بقى زميلي في قصر الدايم في اوروبا، قصدي مكتبه هنا في باريس. وماله؟ بكره يبقى مكتب بصحيح، وبدل ما تبيع جرايد تفتح جورنال كبير يوزع في العالم كله. مياسه قوي البنت دي. الدعوه دي من قلبك؟ ايوه يا فتح، انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه. بتحبيني؟ طبعا. يا خبر، ده انا هفوتني الكوكتيل. باي باي. بتحبيني؟ طب حق الجورنال فين؟ يبقى لك. Mon mari viendra tout de suite. Je m'excuse, madame. Io sono solo. E sola. Possiamo entrare passionné? Mon mari. Excusez-moi. Perché? Et lei. Excusa! Thank you.
Vous êtes française? Anglaise? D'où vous venez? Japonaise. Japonaise? Pas anglais? Pas français? Mais vos yeux ne sont pas petits. Petits? Pourquoi? Papa japonaise. Maman, non. I act like a homme. يلا خد بالهنا والشفا مطرح ما يسر يمري ماشي كلام الحريم ما يجيبها لنسوانها بناتها يالا ان انا قابلت لك جوه واحد لازقه وكلح متهيالي انه مصري مفيش مصري كلح صح معاك حق تعال يلا ده المكان اللي انا جاياله من اخر الدنيا ابويا تعب كتير ولو رجعت له بالتاكس هريحه وريح اخواتي كلهم هيقدروا يتعلموا ويتجوزوا جوازات كويسه من غير امي ما تنكفي على مكنه الخياطه للنهار ولا ابويا يحمل هم الملاليم اللي بيقبضها كل شهر انت هايله يا سلوى انا اول ما قابلتك بصراحه شكيت فيكي بنت حلوه زيك عايشه بباريس ليه بتعمل ايه يعني ولما لقيتك مش لاقيه اللضه ومستعده تشتغلي في غسيل الاطباق قدرتك بس ما كنتش فاهم بالظبط ايه حكايتك وليه تتلطمي في وظايف نص كم بره بلدك كان لازم اعمل كده يا فتى معلش يا سلوى ما تزعليش مني على تفكير الاولاني انت اجدع من اجدع راجل يا بنت انت طب يلا ندور على العربيه ما تخافوش الاوضه هتساعدنا كلنا بس كل واحد فيكم يدفع فرانك فرانك يعني 20 فرانك مفهوم ولا مش مفهوم فاهمين طب بالصلاة على النبي بقى ادكوا على النقدية فتحي معايا انت تعال معايا الفلوس اه طيب هنزلكوا كباتن ايدك عناي خد متشكرين قوي قوي لو عندك 7-8 تانيين هاتهم ما تخافش على اصحابك انا مش خايف عليهم هم القانون مش هيعمل لهم حاجة انا خايف عليك انت يا فتحي دي فيها سجن ما تخافش عليا انا طول عمري عايش بالحدائق قشطة يا جماعة مع السلامة يا حكيم مع السلامة يا اخويا البطاريه بخمسة فرانك والشاي بتسعة فرانك واللي مش عاجبه اتفضل ورينا عرض كتاب يلا اخويا اهو خش الو بوليس اهلا يا سلوى امال فتحي فين يا عماد فتحي في ورطه البوليس ماسكه امبارح ليه ايه اللي حصل يا ما حذرته حضرته قالب اوضته الكندا من غير اذن صاحبه البيت بلغت عليه سلوى اه طبعا قول لي عملوا فيك ايه بيتوني ليلتين في القسم والليله اللي فاتت بت في الجنينه من غير غطا وعملت الجزمه مخدتي عشان تبطل تاجر اوضتك من غير اذن ولا يهمك انت زي اخويا فتحي حتى في اوضتي لبكره في اوضتك اه طبعا لحد ما صاحبه البنسيون تهدى شويه يلا بينا يلا وكمان مستعجله
اقفل الباب وراك يا فتاة. لا لا والنبي بلاش. وبعدين يا فتحي ايه شغل العيال ده؟ ماشي ليه؟ اصل ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. لا ما تخافش انا راجل. يعني انت متاكده من نفسك؟ طبعا. بس انا مش متاكد من نفسي. فتحي تعال انت هتنام هنا. طب ما نقسم السرير احسن. قصدك ايه؟ قصدي بدل ما واحد فينا ينام على الارض والتاني ينام على السرير، نقسم السرير نصين وننام عليه احنا الاثنين. جرى ايه يا فتحي؟ انت هتخوفني منك ولا ايه؟ الله انت صدقتي؟ ده انا كنت بضحك معاكي. لا طبعا انا اللي هنام على الارض. لا على المرتبه دي. ودماغك بقى يا فتحي على مخده بدل الجزمه بتاعت امبارح. صح ماشي كلام الحريم. فتحي انا مش حريم، انا راجل خصوصا النهارده. اه مفهوم. طب يلا بقى اطلع بره عشان اغير هدومي. طيب ما اغير. ما يلا. طيب ايه ده؟ انت هتعملي كابتن زورو؟ ده قناع الدهولي في الطيارة وانا جاية عشان الواحد يقدر ينام والنور مولع، وانا ناوية الليلة دي انام والنور مولع كده. ولع ماشي كلام الحريم. قلت لك انا راجل. راجل عسل، راجل لوس. فتحي عينين فتحي نام. اوامرك. سلوى. افندم. ما هوش معقولة أنا وأنت في أوضة واحدة طول الليل وتطلبي مني ننام. تعرف يا فتحي؟ جوارح فتحي، خلجات فتحي، أشكام فتحي. لو إحنا في مصر ما كانش ممكن أنام معاك في أوضة واحدة زي دي أبداً. إنما إحنا هنا في أوروبا شايفين ده بيحصل وما هوش عيب. تبقى المسألة في النهاية تعود. ما تتخمد بقى. أنت اللي طالع عليك عفريت اسمه تخمد تخمد. كما قال الشاعر ما أطال النوم عمراً ولا قصر في العمار طول ال طول إيه؟ نهايته. أهلا يا عسل. يا أخي اتحشم، إحنا في الشارع. محدش فاهم حاجة. لقيت أوضة ولا لأ؟ ليه؟ خلاص طردتني؟ طب ده أنا كنت مؤدب. بصراحة بقى أعجبت بنفسي. يا سلام، بس مش مستعدة أتحبس أنا وأنت، كفاية حصلت معاك. لا ما تخافيش، الليلة هرجع أوضتي. المهم أنا عازمك على العشاء. عشاء على طريقة الفيران ولا الصراصير؟ لا، سهرة في نايت كلاب بشيك أوي. يا ابن الإيه؟ وعلى حساب مين؟ مدير المحل اداهم لي. أصل بوصله الجرايد بيته كل يوم الصبح. يعني الأول مرة هلبس فستان التخزين وجوانتي الكوكتيل وأدخل رسمي؟ صح، ماشي.
يا ابن الايه اما حتة سهرة. وانت لسه شفت حاجة يا سلوى؟ اسمع بقى، يلا يا اخي بقى روح دوري لك على تاكسي ولا مترو تركبيهم عشان مش حاضر اوصلك النهارده. ايه الندالة دي بقى؟ اصل ما عاد حس تسليم الجرايد فات نص ساعة وانا ما رضيتش اسيبك الا لما الخواجات دول يبطلوا رقص. خلاص باي باي. امشي باي باي. اشوفك بكره. باي باي. انا لسه سلوى. اولا انا عايز اعرف حاجة واحدة بس وامشي. ايه اللي خلاك تنكري انك مصرية؟ انا لسه سامع دلوقتي بتكلمي واحد صاحبي. اولا ده مش صاحبي، ده زميل. ثانيا تسمحي لي اوصلك وتفهميني كل حاجه في السكه. احنا الاتنين في الغربه والواحد ما بيصدق يلاقي حد من بلده يتكلم معاه. لا ما اقدرش اصل. اطمني، انا الدكتور شريف سامع، طبيب مصر ومقيم هنا في باريس. لما تيجي بقى تخليكي جدعه وتديني فرصه اشم ريحه مصر وانا بتكلم معاك. اتفضلي. أظن أنتي أول واحدة أشوفها بتتنكر لمصريتها. ما تقولش كده، أنا عمري ما أعملها، بس الحقيقة أنا جاية عشان أشتغل، عندي مأمورية مهمة جدا ومش عايزة أتعرف على حد عشان ما يضيع. أقولها بسرعة كده، أنت حالا ضايقتي مني؟ بالعكس، أصلي رايحة لواحدة صاحبتي. حاضر. طيب مش هسمع صوتك بالتليفون؟ تأكدي إني مش هضيع لك وقتك، وهسيبك تهتمي بالكرسي بتاعك، بس على الأقل إديني فرصة إني أطمن عليكي. إن شاء الله هبقى أكلمك. أنت معزومة معايا على حفل استقبال بكرة. نتقابل الساعة 7 قدام الهيلتون. ما تتأخريش من فضلك. مع السلامة. ده تلاقيه راجل محترم، مدام دكتور وعنده عربية بباريس، يبقى بيه قد الدنيا، يعني يقدر يلاقي لك وظيفة أحسن من أشغال الشقة اللي أنت فيها دي. وطبعا مش هتنسيني. بس أنا مش ناوية أقابله تاني. تبقى أكبر عبيطة، دي فرصة يا بنتي. ده تلاقيه عنده معارف هنا بالكوم ومؤكد كلهم مهمين. هو إيه اللي هيخليه يهتم بيا ويشوف لي شغلانة؟ مش بنت بلده. اسمع الكلام بس، المهم إنك ما تقوليش إنك صايعة وبتغسلي صحون، فاهمين إنك بتشتغل حاجة مهمة برضو عشان يجيب لك لحسن منها. حاكم الناس بستكتر قليل على الغلبان وتستقل كتير على المرتاح. صح، ماشي كلام الحريم. اي دكتور شريف. موزيل سلوى. وانا اللي بيه. كمان تبع. عشان. ما فهم. اسمه ايه اخبار الكورس بتاعك؟ ها؟ الكورس في الحقيقه انا ملحومه جدا. بالنهار مذاكره ومحاضرات، وبالليل بقى ايه، كتب ومراجع وابحاث واديله. هو عن ايه بالظبط؟ ها؟ عن 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 الكمبيوتر طبعا. ما انا عارف، قصدي موضوعه عن ايه يعني؟ لا بقى ده صعب عليك، انت راجل بتاع طب، مالك ومال الكمبيوتر؟ لا صحيح، اصلك مش هتفهمه من كلمتين كده. ده كمبيوتر ومحتاج وقت طويل قوي عشان اشرحهولك، وبعدين مش معقول نقف في حفله زي دي عشان نتكلم على الكمبيوتر يعني. معاكي حق. انت ساكنه فين في باريس؟ في اوتيل طبعا. ايوه قصدي اوتيل ايه يعني؟ في الكونكورد. في الكونكورد؟ بس اوعى تكلمني هناك. ليه؟ يوه قصدي كلمني هناك طبعا لو عندك وقت، وانت اكيد مش فاضي وما عندكش وقت. الله، ايه مالك؟
انت بتتكلمي بسرعه كده ليه؟ اصلي جهانة قوي. يعني شبعانه قوي، ده اللي كان قصدي اقوله. اصل انا لسه متغديه قبل ما اجي على طول في البيت. امال ما بتشربيش الكوكولا ليه؟ دي بتهضم. مش بحبها. طب هاتي هاتي. انت اكيد ليك صحاب كتير هنا في الحفله، ما تروح تكلمهم شويه. انا عايز اتكلم معاكي انت. والحقيقه انا كنت بدور على حاجه. حاجه ايه؟ عايزه التواليت. التواليت في الاخر. عن ما رحتيش التواليت ولا ايه؟ اصل كان مشغول. طب انا لازم اروح دلوقتي. ليه؟ اصل مستنيه مكالمه من مصر. خليك انت. لا لا لا، ازاي؟ لازم اوصلك. اتفضلي. ما تتصوروش وحشني قد ايه. بعد الايام وبحسب الفلوس بالسحتوت عشان اقدر اجيب العربيه وارجع لكم. انا مبسوطه قوي، الشغل مريح والفلوس كتير والاكل يجنن وصحتي كويسه. بكره ان شاء الله هدفع القسط بتاع العربيه، وكفايه كده بقى عشان الحق نبطشيتي في الشغل. ولا اله الا الله محمد رسول الله. يا حبيبتي يا بنتي ما تخافيش عليه، سلوى وقت اللزوم تنقلب راجل وارسل جدعانه على ابوها. انا هكتب لها علشان تجيب لي عجل، وانا هكتب لها عشان تجيب لي عروسه بالدراما دي، وانا هقول لها تكتب لنا كتير عشان احوش ورق البوسكه. فولاي فوتر نوفو بوست. ميرسي بوكو مدام، روحي ربنا يسترها معاكي. ده انا ايديا دابت من الغسيل. باردون؟ نو بيان بيان. عظمة على عظمة. الو؟ صالوا نيبا لا. اسكو لو باردي؟ إلي دون لا كافيتيريا. اسكو جو بي بارل افيك صالوا؟ 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 ان تليفون. ميرسي. الو؟ اهلا يا شريف، ازيك؟ اخبارك ايه؟ ميرسي قوي. انت كمان وحشتيني. الو ايوه شريف. لا معلش، اصل الكافيتيريا دوشه شويه وانا لسه ما خلصتش اكل. لكن ده مش ميعاد اكل، انت بتتغدي بدري كده. ها؟ ايوه، اصل انا ما بفطرش عشان بعمل رجيم، وفي الحقيقه انا دايما باكل في الريستوران، بس اكله وحش اليومين دول مش عارفه ليه، قلت اغير شويه. وبعدين لا، ما بحبش اخرج اكل بره عشان ما اضيعش وقت، انت عارفه. توت سويت. الله، انت بتكلمي مين؟ لا ابدا، انا بقول للجرسون يشيل الاكل. كفايه كده بقى. سوري يا شريف، انا مضطره اسيبك دلوقتي لحسن زميلي في الكورس بيقول. اوكي، كام بكره الساعه؟ خلاص اوكي، باي باي. معقول كل السنين دي ما روحتش مصر ولا مرة؟ يا قلبك يا دكتور. ايه؟ روحت فين؟ لا ابدا ولا حاجة. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول لك ليه ما زرتش مصر طول المدة دي كلها؟ معلش، بلاش نتكلم في الموضوع ده. إنما أنت طبعًا ذكائك وشهادتك ونجاحك كلها حاجات ورثاها عن والدك. تلاقيه هو كمان مهندس. طبعًا، مهندس وعنده مصنع كبير قوي. عظيم، أنا برضو قلت كده.
ويا ترى مامي بتشتغل ولا ست بيت؟ هي ست بيت طبعا، وبتشتغل كمان في نفس الوقت. بتشتغل ايه؟ بتشتغل عندها صاحبة بوتيك ازياء شيك قوي في الزمالك. ايوه في الزمالك، بيقدم اخر صيحة في الموضة، وكل ستات الهاي بتشتري منها. عشان كده طبيعي ان بنتهم تطلع مهندسة ناجحة. ما تتصوريش انا معجب بيك قد ايه. بس الحقيقة انا اكتشفت اني عندي وقت فراغ هنا، اتضح ان الكورس ما بياخدش كل وقتي، عشان كده نفسي اشتغل الفترة اللي انا قاعداها في باريس. تشتغلي؟ معقولة؟ ده انت كنت بتقولي انك مشغولة على الاخر. فعلا في الاول كنت مشغولة، بس دلوقتي عندي وقت لازم استفيد بيه. انا عايزة احس بالبلد، عايزة احس بالمعاناة بتاعت الناس. بس ده مش وقته، احنا هننتهز ان عندك وقت وفرجك على باريس حتة حتة، ثم ان الشغل ده لو انت محتاجه فلوس، لكن انت والحمد لله مش محتاجه. لا لا ارجوك خلينا ندفع حسابي، احنا هنا في اوروبا ولازم نعمل زي الخواجات. لا يمكن الكلام ده لو احنا خواجات فعلا، لكن احنا مصريين وانا الراجل. لا لا معلش. يعني مصره؟ خلاص على كيفك. انت زعلت؟ لا ابدا انا مش عايز اضايقك. لا لا انت زعلت، خلاص ادفع انت. انت وقعت ولا لا ولا مات؟ بصراحه منير انا كنت بحاول اقنع نفسي بمجرد اعجاب، لكن الظاهر انه اكتر من كده شويه. جرايه يا شريف، انت نسيت هايدي ولا ايه؟ ما نسيتش هايدي ولا حاجه يا اخي، بس سلوى دي حاجه تانية، دي بنت ممتازه. شريف انت وهايدي عايشين جوه بيت واحد، بتحبوا بعض بقالكم سنتين، انتوا خلاص اتفقتوا على الجواز. لا انت نفسك كنت متحمس لها جدا، جاي دلوقتي تقول لي سلوى حاجه ثانيه؟ ايوه انا معاك يا اخي، بس الجواز من اجنبيه برضو مش، يعني برضو مش بقى البنت دي لحقت تغيرك كده؟ مش عارف يا منير مش عارف. لا يا شريف انت تلاقي بس مصر وحشات شويه. مصر مالك شغيل؟ ولا حاجة، تعبان شوية من الشغل. مش هتاكل؟ ماليش نفس. وبعدين كمل يا شريف. هو موضوع خاص بواحد صاحبي، كان يهمني يعني ان انا اخد رأيك فيه. خير. هو واحد زميلي عايش هنا في باريس من سنتين مع واحدة أجنبية، عايشين في بيت واحد، لدرجة انه قرر اخيرا يعني انه يتجوزها. وبعد ما اتجوزه؟ لا هو لسه ما اتجوزهاش. ليه؟ اصله اتعرف من فترة ببنت مصرية خلته يحس بحنين اكتر للحرارة الشرقية بتاعتنا. يعني سخونة العواطف، خفة الدم، الاحساس الصادق، كل الحاجات اللي جوانا واللي مش ممكن نلاقيها عند الاجانب. فهماني؟ طبعا فهماك. انا متهيالي ان البنت دي ظهرت في حياه صاحبك في الوقت المناسب. انا شخصيا مؤمنه ان الحب الحقيقي لازم يكون وليد نفس البيئه والتقاليد. على فكره صاحبك ده انسان محظوظ. انا هقول له الكلام ده علشان يحط خرزه زرقاء في رقبته. تعرف يا شريف حتى لو ما حبش البنت دي، كفايه انها صحته من نومه وخلته يشوف كل الامور اللي حواليه كويس. ايه مش عاجبك كلامي؟ بالعكس ده عاجبني جدا. يبقى ماشي كلام الحريم. بقى ده كلام تقاليد ايه وبيئة ايه اللي بتتكلم عليه؟ تعرف يا منير انا كل همي دلوقتي ان اعرف اذا كانت هي بتحبني ولا لا. يا اخي اذا كانت اللي بتحبك موجودة وانت بتحبها. لا انا كنت فاكر اني بحبها لغاية ما عرفت سلوى. بسيطة، يبقى هترجع تحب هايدي لما سلوى تسافر. ومين اللي حسابها تسافر؟ نعم بتقول ايه يا شريف؟ كلام سلوى عن التقاليد والاخلاق والشخصيه
اللي فيها حراره، كلام مقنع جدا. خلتني افكر ازاي اعيش طول عمري مع واحده اجنبيه مش من نوعي خالص. يا سلام، طب ما انا قدامك اهو وانت صاحبي وعارف ازاي انا عايش مع مراتي. هي فرنسويه صحيح وانا مصري، لكن عايشين مع بعض زي السمن على العسل، وقدرنا نكون اسره سعيده والحمد لله. عندنا ولد وبنت زي القمر، ده زائد ان جوازي بيها هو اللي ساعدني اكتر على النجاح في الشغل، ولا كان ناقصني بيئه ولا تقاليد. يعني سكت، صدقتني؟ بصراحه انا الحاجه الوحيده اللي حاسس بيها دلوقتي اني جعان. معاك حق، وما لنا حاجه ناكلها. قوم هايدي مش هنا، وانت عارف البيت ده دايما ما فيهوش اكل. تعال نروح اي حته ناكل لنا حاجه بسرعه. يلا يا سيدي. يلا. قول يا استاذ انك عايز بينا يا شريف. هايدي مستنياك في البيت، لا كذبت عليك ولا عمرها هتكذب عليك. يلا يا شريف. مالك؟ فين سلمى؟ اهلا يا روميو. انا مش بهزر وانا مش هسأل فيك يا اخينا، ما تضيعليش وقتي. ارجوك ما تتعداش عليا اثناء تاديه وظيفتي. البريماتش الليموند، صباح الخير. صباح النور يا سيدي، بس رد عليا. اسمع يا فتحي، اذا كانت سلوى تهمك يبقى تقول لي هي فين. تهمني الا تهمني؟ سلوى دي اهم حاجه عندي في الدنيا. خلاص يا سيدي، أهم حاجة عندك في الدنيا؟ طبعًا. أهم حاجة عندك في الدنيا يعني إيه؟ وبعدين يا جدع أنت ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. متأسف يا سيدي. المهم تقول لي هي فين؟ بصراحة هي اضطرت تسيب الشغل من تحت راسك. راسي أنا؟ أيوه، ولقينا لها شغلانة في أوتيل تاني. يبقى تودينا على هناك على طول، أرجوك يا فتحي. البريماتش الليموند، تعالى. ولا ميرسي. شغلوها في فرع الاوتيل في بلد على بعد 6 ساعات من باريس. وايه اللي خلاها قبلت؟ دي بتقول لي هي اللي طلبت كده. شفت؟ عايزه تسيب البلد كلها عشان خاطر جنابك. انا؟ امال انا؟ والعمل؟ العمل عمل ربنا بقى. شوف لك طريقه. كلمها في تليفون الاوتيل، قول لها حاجه. التليفون مش هينفع، لازم اشوفها انا بنفسي. تعالى معايا. اجي معاك فين؟ انت فاكرني صايع؟ انا يوميتي ما تقلش عن 500 فرنك. اتفضل. اهو. اتفضل. 700 فرنك. اسمع بقى. يا
Hello, mademoiselle. Je suis Salwa Kemal. Je suis transférée de Concord Paris pour trouver un poste ici. Une minute. Je m'excuse, mademoiselle, mais le poste a été déjà pris. Naam, yachti. Ben, on a fait 7 ساعات تصفى. عشان تقولي لي جبت واحدة غيري. Pardon. ولا حاجة. Au revoir. انا قاعد تاكل كده ولا همك؟ طب بذمه النبي انت ما عندكش ولا مؤاخذه دم. انت عارف هي بقالها قد ايه ما اكلتش؟ هتنام فين؟ وهتقعد فين؟ ومين عارف يمكن تروح ترمي نفسها في اي مركب ترجعها مصر وتشتغل باجره سفرها. طب وانا اعمل ايه؟ ما انا على يدك اهو، ما خليتش حته لما دورت عليها. لا انت تعبت وفنيخت مني بسرعه. واحد غيرك كان لازم ينفض البلد دي لغايه ما يلاقيها. دور عليها في محطات المترو، على دكك الجناين، فوق الرصيفة، أي حتة ممكن سلوى تنام فيها. فين ضميرك يا دكتور؟ اتفضل قوم دور تاني بلاش مياصة. قوم! قاعد يلعب بأعصابه، دوخت أمه. إزاي؟ افتكرني بحبك. قصدي بيتهيألي يعني قصدي إن أنا فهمته يعني إيه؟ ما بتحبنيش؟ ها؟ إيه يا فتحي متلخبط ليه؟ كونه فاهم منك إنك بتحبني دي حاجة تزعلني. الله يجازيك يا سلوى. في الحقيقة أنت تتحبي. وأنت كمان تتحبي يا فتحي. المهم بكره الصبح لازم تكلمي في التليفون. مستحيل، ما اقدرش اواجهه بعد ما كدبت عليه كل الكذب ده يا فتحي. يا سلام، ده هتفوت زي شكل الدبوس. اول ما تقابليه قولي له انا كدبت عليك لكن بحبك وخلاص. وبعدين معك يا فتحي، مين قال لك ان انا بحبه؟ انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده. تاني؟ طب والله العظيم ما حد فاهمك زيي. على كل حال نامي دلوقتي، نامي والصباح رباح. وعلى فكره انا عازمك بكره على الغدا. غدا تاني على طريقة الحشرات إياها طبعا. لا يا أخويا، مش كل مرة تسلم الجرة يا فتحي. لا ده أنا اكتشفت طريقة تانية أسلم قوي. مش بس باكل، ده أنا بقيت غني. إزاي بقى؟ الناس هنا متعودين يقروا الجرايد في الأتوبيس والمترو، وأول ما المحطة تيجي يسيبوا الجرنان وينزلوا. أطلع أنا ألم الجرايد وأبيعها تاني. يا ابن الإيه؟ جدع يا ديك. النهار علمت الجرنان بالقلم الرصاص، اكتشفت إن أنا بعت الجرنان ده 5 مرات. بس أول امبارح كنت هروح في داهية.
خدت جورنال واحد سايبه على كرسي في القهوه، ولما بعته الراجل مسك فيا وكان عايز يوديني البوليس. ليه؟ طلع بتاع امبارح. سيبنا البروبليم ده، اسيبوه ارجنتين. انت اتجننت يا فتحي؟ دي مركب شيك قوي، مؤكد غيرناك. مش بقول لك صاحبك بقى اجيبه مليان. روح شبيب كان فاضل 24 ساعة وأتجنن رسمي. لولا فتحي أنقذني بالتليفون النهاردة وقال لي إنه لاقي. أنتوا بتتفقوا عليا؟ أوعي تسيبيني مرة تانية. مش قلت لك إنها هتفوت زي شكة الدبوس؟ أنا هستأذن دلوقتي، ما بقاليش مكان. مش ممكن يا فتحي. إحنا مش ممكن نستغنى عنك أبدا يا فتحي. النهاردة بالذات لازم نحتفل كلنا إننا لقينا سلوى. لا معلش، اصل البيت بتاعتي عزماني على سجق قدام العربيه الخشب اللي على نص حارتنا. سيبي لما نشوف هيعرف يلحق البنت بتاعته ازاي والمركب ماشي. تعرف ان مصر وحشتني قوي قوي، انت ما بتفكرش ترجع ابدا؟ لا. معقوله دي تبقى مش مصري؟ انا مصري اكتر من اي مصري، وبتمنى ارجع النهارده قبل بكره. انت عارفه اني ناجح جدا في شغلي هنا، وانهم ادوني الجنسيه الفرنسيه، وعندي امتيازات كتيره جدا. يعني كل حاجه في حياتي بتدفعني اني اعيش هنا على طول وانسى بلدي. لكن ايه يا شريف؟ انا ايه اللي خلاني اقول لك الكلام ده كده يا شريف؟ وانا اللي كنت فاكره انك ممكن تطمن لي، وما يكون في حاجة مضايقاك أبقى أنا الوحيدة اللي ممكن تشتكي لها. انت يا سلوى من يوم ما شفتك وأنا مش قادر أنسى مصر أبدا. أنا ليا ذكريات فيها كل ما افتكرها بقى مش قادر أرجع تاني. أنا دمرت مستقبلي بنفسي وجيت هنا زي ما أكون لاجئ، لقيت كل الأبواب بتتفتح لي ونجحت واستقريت لغاية ما انت طلعت في حياتي. ابتديت أحس إن كل حاجة اتغيرت. دمرت مستقبلك في مصر؟ معقولة دي؟ أيوة. العملية دي اعتقد عليه مرة واحدة. اسمع يا دكتور فوزي، يا جماعة حاولوا تفهموني، الراجل ده في نظر الطب مات من زمان صح؟ يعني العملية دي لو فرصة نجاحها واحد في المليون تبقى برضو أمل. محدش معاك ابدا في فكره العمليه دي يا دكتور شريف. امال يعني هنفضل نتفرج على الراجل وهو بيتعذب كده لامتى؟ الطب ده مهنه انسانيه قبل اي حاجه. شوف راي الدكتور لطفي.
قدرتش افضل في مصر يوم واحد بعد كده، وقبلت العرض اللي جالي عشان اشتغل هنا، استرديت ثقتي بنفسي. لكن كل ما افتكر مصر اتمنى ان نجاحي ده يبقى فيها. شريف، انت لازم تنسى اللي حصل ده كله، ترجع بلدك تعيش فيها وتنجح فيها. ده حلم لكن مستحيل يتحقق. هي شريف، ايه رايك فيها؟ يا خساره، ضيعتي 3 اشهر من وقتك على الفاضي. لو كنت قلتي لي الحقيقه من اول يوم كنت قدرت اخليكي تحققي ايراد اكبر. معقوله تبقي في كليه الهندسه وتشتغلي في غسيل الصحون؟ امال كنت يعني هشتغل مديره مصنع؟ لا، بس كنت تشتغلي في حاجه بتفهمي فيها. وهي فين دي؟ مش ناوي احط راسي في الرمل زي النعامه اكتر من كده. انا لو اتجوزت هيدي دلوقتي او حتى استقريت معاها هبقى بكتب عليها وعلى نفسي. وبناء عليه وبناء عليه تيجي الخدمه اللي انا طالبها منك دلوقتي. ايوه، هو ده اللي انا كنت منتظره. اظن هتقولي انك محرج من هايدي وعايزني انا اشرح لها الامر. اديك عارف كويس اهو. انا اسف. طب بلاش انت، مراتك تقوم بالحكايه دي كويس باعتبارها صاحبتها يعني، وممكن ارجوك يا شريف ما تدخلش المسائل العائليه في موضوع شائك زي ده. انت مش عارف هتعمل ايه في البنت اللي اسمها هايدي. انت هتتبع البنت اللي عاشتها وعاشت مصر علشانك، دي اتعلمت عربي من حبها فيك. ما هو عشان كده انا مش عايز اضحك عليها. سلوى، تليفون. ميرسي يا مسهل. ألو، أنا عازمك على الغداء في المركب اللي بتحبيها، أكلة سمك تجنن. لا بقى، أنا اللي حازمك النهاردة. أصل قبضت مبلغ كبير واشتغلت أوفر تايم كتير طول الأسبوع، والبقشيش هنا كمان محترم قوي. هفوت عليك الساعة 5. لا لا، مفيش داعي تيجي لغاية هنا. لا، عربية الشغل هتوصلني للبلد. بقول إيه يا شريف، نتقابل في المركب على طول. قرابة؟ أيوة، يعني معرفة عائلية كده هو، وصداقة يعني. أنا عايزة أشوفه ضروري، هو ما بيجيش. لا، أصل شريف عيان شوية. عيان؟ غريبة؟ ما كل الناس بتاعي. على كل حال لما يخف ويرجع يبقى يتصل بيكي. لو سمحت، ممكن أعرف عنوان بيته؟ لا مش ممكن، اصل شريف ما بيحبش حد يروح له بيته. ولا حتى عشان يطمن على صحته؟ صحته؟ صحته بخير والحمد لله، لكن ارجوكي بلاش حكايه بيته دي، وما تحاوليش تتصلي بيه في التليفون. انا عارف ان شريف ما بيحبش حد يروح له البيت، جاته 60 داهيه. ولا تسالي فيه، وبرضه هتروحي، لازم تطمني على شريف. تلف عليك الدنيا عشان يطمن عليك. طب واروح له ازاي يا فتحي؟ هنعرف عنوانه. انا هكلم المستشفى في التليفون، هقول للسويتش
جسويت دكتور فتحي جاد الكريم عايز انوال الدكتور شريف عشان ازوره في البيت وهو ايان. ميرسي قوي يا فتحي. تعالي معايا. سي سا لا ميزون دو دكتور شريف؟ وي فوز ات ايجيبسيان؟ ايوه. اهلا تعالي. كويس انت بتتكلم عربي. انا احب العربي كتير عشان شريف. هو حضرتك فيونسي؟ خطيبته؟ انت نيرس من الاوسبيتال مش كده؟ انا هو تعبان كتير وانا عندي بروبليم في البيرو. مش ممكن ياخد كونجي اجازه؟ انت جيت في الوقت لازم يقعد جنبه. طب اقدر اشوفه؟ هو نايم لكن ممكن. دي روشيتا بتاع الدواء. يعني حضرتك خطبته؟ وهتتجوزه امتى؟ المراج قريب قبل الشتاء. انا عايشه هنا مع الدكتور شريف من 2 سنة. لازم امشي دلوقتي. ميرسي بوكو. اتجوزها من 2 سنين. عايشه معاها هنا في بيت واحد واوضه واحده وسرير واحد. نام هنا جنبه يعني مراته ولسه بتقول هيتجوزه قريب. ده يبقى ايه؟ اخسر الشيخ اخسر. خلاص يا سلوى انا هبيع مكان بيع جرايد بخلوي رجلي. هنا بيعملوا كده وهأجر قط من الباطن لغايه نهايه الاسبوع، ودي هتكون اخر حركه فكاكه بعملها في باريس. تاني مضطر عشان احط فلوسك على فلوسي ونقطع تذكرتين اونديك على المركب ونسيبنا من اوروبا وبتوع اوروبا اللي عايشين هنا وعاملين لي خواجات، واولهم الواد الدكتور بتاعك ده. الحمد لله على السلامة يا شريف. سلوى. ايوه قصدي يا دكتور شريف. لكن ازاي؟ ايه اللي جابني هنا؟ مش كده؟ جيت عشان اخد بالي منك. اصل هايدي مش فاضية. عندها شغل كل يوم ولازم تروح المكتب. سلوى انا مش فاهم حاجة. وجيت كمان عشان اعرف كل الحاجات اللي كنت مخبيها عني. سلوى انت فاهمه غلط. بالعكس انا كنت فاهمه غلط. هايدي مجرد صديقه. ممكن تستريح؟ اصل الدكتور قال ان الرعايه في الفتره اللي جايه اهم بكتير من الفتره اللي فاتت. هايدي مجرد علاقه وتنتهي.
انا مش مرتبط معاها لا بخطوبه ولا بجواز. خفيف، النقاهه مهمه جدا عشان ما تحصلكش نكسه. لازم تسمعيني، هايدي فعلا عايشه معايا هنا، لكن احنا مش متجوزين. العلاقات اللي بالشكل ده عاديه جدا في اوروبا، لكن مش معناها خطوبه ولا جواز. تقدر تقول لي يا دكتور الفرق بين علاقتك بيها وعلاقتك بالست اللي عايز تتجوزها؟ مأذون، ورقه تشهد فيها انك متجوز. انا ما كنتش عايزه اتكلم في الموضوع ده، انما الظروف هي اللي حطتني في موقف ما قدرتش اعتذر عنه. ما كانش ممكن. هايدي زمانها جاية وهي هتاخد بالها منك. سلوى، إذا خرجتي هتقضي عليا. أنت زعلت مني لأنك بت عليك في شيء ملوش أهمية. إزاي عايزني أصدقك؟ وأنت كدبت عليا في أهم حاجة ليها علاقة بمستقبلنا وحياتنا سوا. أنا ما كدبتش عليكي. أنا كنت في صراع مع عواطفي لما أنت ظهرتي في حياتي. حسيت إني ما بقليش أي اهتمام في الدنيا بحد غيرك. وقررت فعلا إني أقول لك كل حاجة بصراحة. في الميعاد الأخراني اللي اتفقنا عليه سوا كنت فعلا هقول لك، بس ما قدرتش أجي. العاية سبقني. ما تضايقش نفسك، يمكن ربنا عمل ده كله عشان ترجع لحياتك اللي رسمتها من سنين مش من شهرين. أنا خلاص عواطفي اتشرخت، أنا حاسة إني محتاجة حنان أمي ورأي أبويا وحضن بلدي. مش ممكن أحس فيه لحظة واحدة إني ضايعة زيي دلوقتي. أنا لازم أسافر يا دكتور. احنا مسافرين خلاص يا دكتور، راجعين بلدنا. مستحيل يا فتح، انا لازم اشوف سلوى، لازم اكلمها. المساله ما عادتش تستحمل كلام. طيب العربيه جابتها ولا لا؟ طبعا لا، والفلوس اللي دفعتها راحت عليها كمان، يعني تعب الشهور وغسيل الصحون ولم القرش على القرش كله راح حضر. يبقى لازم تستنى لغايه لما تحقق هدفها يا اخي. هدفها دلوقتي بقى حاجه واحده بس، انها ترجع مصر. والحمد لله ادي احنا قدرنا نقطع تذكرتين على المركب. ونفوتك بعافيه يوم الحد الجاي يا دكتور يا بتاع هايدي. طيب انا لازم اشوفها، هي فين يا فتحي؟ ارجوك ساعدني. يابا روح لحالك، يابا احنا شطبنا خلاص. في 60,000 سلامه. الليموند، البريماتش، البورص، الفجارو بتاع بكره. العربية عندك، العربية بتاعتك جبتها لك، كان فاضل عليها قسطين هايفين دفعتهم وشحنتها معاكي على نفس المركب، سبتلك أوراق الملكية مع القبطان، روحي اسألي عليها دلوقتي. ازاي تعمل كده؟ ده كان فاضل مبلغ كبير. يا ستي يبقى عليكي، لما تيجي السنة الجاية تبقي تدفعهولي. انت اتجنن يا شريف. الله يخرب بيتك يا دكتور. فتحي، Thank you.
كلهم هناك وكريم معاهم. اللي هناك دول؟ ايوه دول صغنطتين قوي والله. جوز عصافير فتحي. اهلا يا عمي. اهلا 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 يا حبيبي. اهلا اهلا يا طنط. اهلا وحشين قوي يا رجاله. انا فتحي جدي كريم زميل سلوى باريس. انا اللي كنت واخد بالي منها دايما، كنت حارسها الامين وصينها المصون. انا اللي وقفت جنبها في كل لحظه وفي كل دقيقه. انا اللي اصريت اني اجي معاها مصر عشان اطمن على وصولها ليكم بالسلامه. بس هي فين يا ابني؟ هي رجاله. بابا. بنتي حبيبتي. وحشتني قوي قوي يا بابا. كريم وحشتني قوي يا سلوى. ماما اهلا يا ضنايا. وحشتني قوي. شريف شريف انا مش قادره اصدق عيني. انت جيت ازاي؟ حبي ليكي هو اللي جابني، هو اللي خلاني ادوس على كل ذكرياتي المره اللي خلتني اسيب بلدي. يا نهار اسود، ايه ده؟ انتوا تعرفوه ده يا ابني؟ ايوه. يطلع مين؟ ركب الطياره وسبقنا. اسمه ايه يعني؟ العفريت ابو سبع ارواح.